أكثر من 1.5 مليون إصابة سكري في المملكة. في هذا الموضوع معنا الدكتورة فاطمة آل صليل وهي مديرة برنامج السكري. مرحبا بك دكتورة فاطمة. أهلا بك عزيزتي. دكتورة فاطمة، يعني التساؤل هذا لا زال يطرح، يعني لماذا تتصدر دائما السعودية مراتب متقدمة في حجم الإصابة بمرض السكري؟ ما هي أسباب ذلك؟ للأسف احنا عندنا في المملكة محورين أساسيين تتمحور أساسهم المشكلة هذه. أول واحدة اللي هو نمط الحياة الغير صحي، المحور الثاني الفحص الدوري. لو نتكلم شوية بشكل تفصيلي على نمط الحياة الغير صحي، في حاجتين أساسيتين. لا. العادات الغذائية للأسف عندنا في المملكة جدا سيئة، هذه أول واحدة. جميل. ككمية ونوع في العادات الغذائية. نعم. الشغلة الثانية ممارسة الرياضة، احنا ما عندنا للأسف ثقافة ان الشخص هنا يمارس رياضة بشكل منتظم. نعم. هذه الشيئين الأساسيين. طيب خلينا قبل ما نعدي النقطة ذي، قضية ممارسة أوكي. الرياضة، وش أبرز يعني الممارسات الرياضية التي قد تكفل أو تضاعف من نسب وخطر الإصابة بمرض السكري؟ يعني بطريقة ميسرة، يمكن قضية الرياضة إذا بنشجع عليها ونفتح بابها ومجالها قد لا يكون هناك يعني مثلا تشجيع ناحيتها، لكن خلينا نتكلم عن أبسط الممارسات الرياضية التي بمقتضاها نستطيع أن نحقق الهدف. أبسط حاجة ممكن الشخص يمارسه هي عبارة عن 20 دقيقة إلى 30 دقيقة كل يوم على الأقل 3 مرات في الأسبوع. جميل. هذه أبسط حاجة الواحد ممكن يعملها، وكل ما زادها بتكون أحسن. طبعا أنا ما بقول شخص ما يمارس أي رياضة اليوم يمارس نص ساعة ولا 20 دقيقة. نعم. ولكن يبتديها بالتدريج، لو تكون حتى على أساس 5 دقائق مرتين في اليوم، اليوم اللي بعده 10 دقائق مرتين في اليوم. تمام. بعد كده يخليها 20 دقيقة إلى نص ساعة، وكل ما زادت المدة كل ما كان أحسن. جميل. في نمط العادات الغذائية أبرز السلوكيات السلبية اللي بنعلق عليها سريعا اللي يجب أن نبتعد أو نتخلص منها. قلنا العادات الغذائية الغلط عندنا ككمية ونوع، للأسف احنا عندنا أنا وإنتي وكل شخص فينا لما يجي بيحط أكله بيبتدي بإيش؟ يبتدي بالنشويات. أوكي. فبنبتدي بالنشويات، هذا ككمية ونوع، وبتحط كميات كبيرة من هذه النشويات، إن كانت رز، إن كانت خبز، إن كانت مكرونة. فإحنا المفروض لا نرجع إلى العادات الغذائية السليمة، اللي احنا نبتدي والله بالسلطة، بالشوربة اللي تكون مشبعة تكون فيها خضار عشان يكون عندنا ألياف. نعم. أساس الواحد يبتدي يشبع. بعد كذا نبتدي بالبروتين، اللي إن كان دجاج، إن كان سمك، إن كان ربيان، إيش ما كان عندنا بروتين. بعد كذا ناخذ كمية بسيطة من النشويات. هذا إن كانت من ناحية العادات الغذائية. من ناحية الفحص الدوري، الفحص الدوري عندنا في نفس الدراسة هذه أثبتنا أن 75% للأسف من مجتمعنا ما عنده ثقافة الفحص الدوري. بمعنى أنا وإنتي والوالدة وكل شخص فينا بينتظر تكون عنده مضاعفة أو مشكلة عشان نروح نقول نشتكي منها. المركز الصحي جنب البيت، ولكن أنا ما بوصل لهذا المكان للأسف إلا لما يكون عندي ألم، لما يكون عندي مضاعفة من شيء. فثقافة الفحص الدوري ما هي موجودة. المفروض أن احنا نبني عندنا وعند أولادنا وعند الجميع أنه أنا والله لازم أتعلم تقريبا سنويا أو كل 3 سنوات أروح أفحص على أمراض معينة، من أهمها مثلا السكري، ارتفاع ضغط الدم، هل أشوف أنا وصلت إلى مرحلة زيادة الوزن أو البدانة مثلا، عشان أعرف أنا في أي مرحلة كنت وأقدر أتلافاها، وإيش الخطط اللي أنا أقدر أعملها مع الطبيب. نعم. دكتورة فاطمة، فيما يخص قضية يعني مراحل ما قبل السكري، نسمع المفهوم هذا، مرحلة ما قبل السكري وش المقصود فيها؟ المرحلة هذه اللي تكون عندي المرحلة الحرجة، اللي هي أنا عديت المرحلة الطبيعية، أنا الآن شخص ما قبل الإصابة بالسكري، بمعنى أنا عندي تكة بسيطة وأنصاب بالسكري. يعني أنا في هذه المرحلة أقدر أعدل من عاداتي وأرجع إلى المرحلة الطبيعية. لو زدت في كمية الرياضة أو نوعية الرياضة، أو أنا ما كنت أمارس في الرياضة مثلا أبتدي أمارس الرياضة، لو أنا مثلا كان عندي زيادة في الوزن، لو نزلت في الوزن عندي على الأقل 5 كيلو، لو كان عندي خلينا نقول 20 كيلو زيادة، لو نزلت 5 كيلو ممكن هذا 5 كيلو اللي تحميني أنه أنا أوصل لمرحلة الإصابة بداء السكري. ففيها شغلات بسيطة أنا بس أسويها في نمط الحياة الصحية وترجعني بعد كده إلى الوضع الطبيعي. نعم. أخيرا دكتورة فاطمة، يعني في قضية تصدرنا مراتب متقدمة، هل معنى ذلك أننا بالفعل مختلفين في نمط يعني الحياة من ناحية الغذاء والعادات والتقاليد والغذائية تحديدا، وقضية الفحص الدوري عن باقي دول العالم بشكل عام، ولا إحنا نملك أيضا أسباب أخرى، خلينا نقول مثلا جينية أو تتعلق ب يعني أمور لم يتم بحثها؟
شوفي احنا يعني لو جينا نتكلم مثلا عن منطقة دول الخليج العربي او منطقة الشرق الاوسط مثلا، احنا تقريبا في نفس المرتفعات في السكري. يعني لو قلنا شوي المملكة تتصدر، شوي الكويت، قطر، اوكي، ولكن احنا في يعني ماشيين عالميا بنفس الارتفاع هذا الموجود عالميا على الجميع موجود. ولكن المملكة احنا مثلا بنقول ان السبب واحد من اهم الاسباب اللي احنا يعني شوي بتخوفنا بسبب ارتفاع زيادة الوزن والبدانة، لانه احنا عندنا 60% من مجتمع عندنا في المملكة ما بين زيادة الوزن وبين البدانة، فهذه من الشغلات اللي شوي تخوفنا اكثر وتقلقنا اكثر اللي هي الزيادة في الوزن اللي عندنا. ولكن احنا عالميا احنا يعني ماشيين في هذا الترند في كل انحاء العالم وفي كل الخليج فيه. نعم، الدكتورة فاطمة آل صليل مديرة برنامج السكري، شكرا جزيلا على مداخلتك.